السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع ازدواجيه خط السكك الحديديه ما بين مدينه عنابه ومدينه رمضان جمال بولايه سكيكده على امتداد حوالي 95 كيلومتر. وهذا المشروع اللي فيه 6 محطات للمسافرين و20 جسر، يعني 20 منشاه فنيه وثلاثة أنفاق بطول إجمالي تاع 6.5 كيلومتر و 125 كيلومتر من الخطوط نتاع السكك الحديدية. إذا هذا المشروع اللي انطلق في 2007 بشراكة مع شركة إسبانية التي لم تفي بالالتزامات التعاقدية تاعها، وهذه الشركة أواشل شركة أوبراسكوم هوارتي لين تم فسخ العقد ديالها في 2015، وتم تسليم المشروع إلى شركة مجمع تاع شركات وطنية وعلى رأسهم شركة كوسيدر واللي راهي قائمه لحد الان بالاشغال تحت اشراف الوكاله الوطنيه لانسريف. اذا والمشروع هذا يعني منذ 2007 الى يومنا هذا، يعني حوالي 16 سنه الاشغال ما زالت لم تنتهي، راهي واصله حوالي يعني 60-70%. وهنا نشوف يعني الاشغال اللي راهي ما زالها جارية. أترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.